يحتاج الإنسان مجهوداً كبيراً حتى ينجز فيلماً للمشاركة به في المهرجانات السينمائية، ولقد كان البعض يعتقد سابقاً أن تحقيق هذا الغرض يستلزم إنجاز فيلم طويل احترافي، لكن في الوقت الحالي تغيرت المفاهيم تماماً وأصبح هذا الأمر أسهل بكثير مما يمكن تخيله، حيث أن إنجاز فيلم قصير لن يكلفك سوى كاميرا وبعض الموارد البسيطة الغير مكلفة بالمرة، لكن يمكن بعد ذلك المشاركة من خلال هذا الفيلم في الكثير من المهرجانات والحصول على عدد من الجوائز والتقديرات، وهي في الحقيقة أشياء تدفعك عزيزي المشاهد إلى البحث أكثر خلف هذا الأمر والتعرف على كيفية صناعة الأفلام القصيرة حاليا، وكيف من الممكن أصلا الاشتراك بها في محفل سينمائي دولي أو محلي. عموما لن تحتاج إلى البحث طويلا، فالدقائق القادمة تحمل الإجابة المبسطة لهذا السؤال المهم. أنا سفيان مسعودي، في هذا الفيديو سوف نتكلم عن كيفية المشاركة في المهرجانات السينمائية بعد إنجاز فيلمك القصير الأول، ولكن قبل ما نبدأ كالعادة إذا كنتم مش مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد أول بأول، وقولوا لي رأيكم في التعليقات وش هي المواضيع ولا الأفلام والمسلسلات اللي حابيني أني نحكي عليها. قبل أن نلجأ إلى النقاط المتعلقة بكيفية المشاركة في المهرجانات السينمائية، فبكل تأكيد نحن في حاجة قبل ذلك إلى التعرف على مقصود بالأفلام القصيرة التي يمكن من خلالها المشاركة أساسا في هذه المهرجانات. وطبعا لا يخفى على أحد أن الفيلم عبارة عن مجموعة من المشاهد المتفرقة ذات مضمون مترابط، والتي بمشاهدتها يمكن الخروج بهدف ما ترنو إليه. أما المقصود بكونها قصيرة كونها لا تزيد عن نصف ساعة أو ربما 20 دقيقة في بعض الظروف، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الأفلام قد تبدأ بدقيقة واحدة أو ثواني قصيرة. هذا ليس كل شيء يتعلق بهذه النوعية، أيضا ثمة ما يتعلق بتنوع فئات وأقسام الأفلام القصيرة، حيث أنها تشمل كل الأنواع السينمائية المتاحة بخلاف الأفلام الطويلة التي تكون غالبا ما تكون لوائية أو وثائقية. أيضا لا ننسى أن الأفلام القصيرة تحظى بميزانيات تجعلها مميزة بالنسبة لصناع الأفلام وجاذبة لهم. قبل أن تتوجه إلى مهرجانات سينمائية عليك أن تكون أولا حاملا لفيلمك القصير، وهو الذي نعرف حتى الآن مواصفاته لكننا لسنا على دراية أبدا بكيفية صناعته، أو هكذا نفترض لكوننا أساسا نتحدث عن إنجاز فيلم قصير لأول مرة. على العموم يمر إنتاج الأفلام القصيرة ببعض المراحل التي تحظى بأهمية شديدة للغاية، وأهم هذه المراحل هي وضع الفكرة والسيناريو. فلكي تحظى بإنتاج من الأرض فإن عليك أولا وضع البذرة، وهذا هو الحال بالضبط مع إنتاج الأفلام القصيرة من أجل المشاركة بها في المهرجانات السينمائية. فأنت أولا سوف تكون مطالبا بوضع فكرة للسيناريو الذي ستقوم بتنفيذه، ومن الممكن جدا أن يكون خاص بفيلم روائي قصير أو حتى فيلم رسوم متحركة أو وثائقي. الحرية لك، كل شيء متاح في هذه النوعية، المهم قبل كل ذلك أن تمتلك الفكرة. وطبعا في حالة الأفلام الروائية ستحتاج إلى كتابة السيناريو خاص بالفيلم أو توكيل مختص، وفي حالة الأفلام الوثائقية ستحتاج إلى تقرير للتعليق الصوتي، وهكذا في كل جوانب تقريبا. وهذه الخطوة لأهميتها وضروريتها من الممكن جدا أن تأخذ الوقت الأطول والجهد الأكبر، لكنها حجر الأساس كما يطلقون عليها، ودونها لا يوجد مشروع أصلا. لنفترض الآن أنك تمتلك السيناريو أو الفكرة، فبكل تأكيد الخطوة التالية البديهية أن يتم تحديد المعدات المطلوبة من أجل تنفيذ هذا العمل. ولكي أكون دقيقا، فإن المعدات التي أتحدث عنها في الأفلام القصيرة لن تكون بالضخامة التي يمكن أن تتخيلها مع سماع كلمة معدات. مثلا لن تكون هناك وحدة تصوير كاملة وكاميرات حديثة وما شابه ذلك، فقط ستجد الأمور ببساطة شديدة، وقد تكون الأشياء المطلوبة المتضمنة لتجهيز المؤدين في الفيلم وكذلك المكان وتصريح التصوير إن كان سيتم تصويره بصورة خارجية. كل شيء يجب حسابه بدقة في هذه المرحلة، فقد استغرقت الكثير في التخطيط، فالآن يأتي وقت التنفيذ، وهو ببساطة يتضمن القيام بكل الأشياء التي يتم التخطيط لها مسبقا. فإذا كنت عزيزي المشاهد قد دونت قائمة بأهم ما يلزم وقمت بتنفيذها بصورة جيدة، فأنت الآن داخل إطار التنفيذ بالفعل، لكن ضع في حسبانك أن هذه المرحلة هي مرحلة المواجهة، ومن الممكن جدا أن تظهر لك بعض العراقيل أو التطورات التي ربما لم تكن قد أعددت لها مسبقا، ولذلك حاول عند التنفيذ وضع بعض التجهيزات الاحتياطية. على العموم بعد أن تنتهي من تصوير الفيلم كما خططت، سوف تتوجه سريعا إلى الخطوة الأخيرة التي تسبق تجهيز الفيلم بصورته النهائية والتقدم به في المهرجانات السينمائية، ألا وهو المونتاج والتجهيز.
الفيلم سوف يكون معك كمجموعة مقاطع فيديو قد تبدو لك من الوهلة الأولى غير جيدة بالمرة. لا تفزع ولا تدع المعنويات تهبط، لكنك بعد ذلك سوف تتولى مرحلة التهيئة والتجهيز من خلال عملية المونتاج الفارقة، وهي طبعا معروفة من قبل المتخصصين، لذلك من الأفضل التعاقد أو الاتفاق مع شخص متخصص لتنفيذها. ولكن عليك أن تتواجد بالتأكيد، لأنه سيكون أمرا ضروريا كي تضع بصمتك وتلقي بوجهة نظرك في الأمر. وفي اللحظة التي ينتهي فيها المونتاج بكافة أشكاله المعروفة، سوف تصبح لديك نسخة نهائية من فيلمك القصير الأول. وهنا يمكن القول إن طريقك إلى المهرجانات السينمائية قد أصبح ممهدا بشدة. ولمن لا يعرف، فإن المهرجانات حدث ضخم أشبه بالكرنفال أو المكان المفتوح الذي يحتضن عددا كبيرا من النجوم والمشاهير، وهؤلاء غالبا ما يأتون للتنافس من أجل اختيار الفيلم الأفضل بينهم، كذلك المؤلف الأفضل، المخرج الأفضل، والممثل الأفضل، والممثلة الأفضل. ببساطة شديدة نحن نتحدث عن حدث تنافسي ضخم يقام من أجل اختيار الأفضل، وهذا يستدعي وجود مواد قابلة للتنافس عليها. وقد انطلقت المهرجانات المنتمية لهذه النوعية مطلع القرن الماضي، وحتى الآن لا يزال مهرجان الأوسكار هو المهرجان العالمي الأشهر على الإطلاق، لكن مع وضع في الاعتبار وجود عدة مهرجانات محلية أو إقليمية لها شهرة كبيرة في نطاقها على الأقل. إذن كيف تشارك في المهرجانات السينمائية؟ بالنسبة لصناع الأفلام، مهما كان حجم شهرتهم وقدرتهم، فإن حلمهم الأول والأهم بلا شك المشاركة في المهرجانات السينمائية والتنافس مع صناع الأفلام الآخرين من كل مكان في العالم. وهؤلاء سوف أسرد لهم في الدقائق القادمة بعض الشروط والخطوات العامة التي لا ترتبط بمهرجان معين، وإنما كل المهرجانات بشكل عام. وأول هذه الخطوات التجهيز. الخطوة الأولى من أجل الاشتراك في المهرجانات السينمائية أن يتم تجهيز الفيلم من أجل المشاركة به، وهذا يستدعي طبعا مرورا بمراحل تصوير الفيلم وإخراجه وإنتاجه. كما قلنا، ببساطة صناعة الفيلم، ولكي تصنع فيلم فأنت بحاجة إلى التعلم كيفية صناعة الأفلام التي سنخصص لها حلقات قادمة. المهم أن ما يحتاجه المهرجان منك أن يكون لديك عمل جاهز من أجل العرض فيه. ومن الشروط اللازمة من أجل المشاركة في المهرجانات السينمائية أن يكون لديك نوع من أنواع المتابعة لمثل هذه الأحداث، أن تعرف أين تجرى المهرجانات وأخبارها، وهذا الأمر يستوجب منك الحصول على نشرات مسبقة مع أدلة بالمواقع الإلكترونية الخاصة بالمهرجانات أو الصحف التي تنشر فيها أخبارها، مع تزويد ذلك ببعض العناوين والتوقيتات التي تفتح فيها مثل هذه المسابقات أبوابها. ببساطة عليك أن تعرف بوجود المهرجان خلال مرحلة المتابعة هذه. وكنصيحة مني، عليك أن تجهز فيلمك قبل أي مهرجانات. متابعة أخبار المهرجانات سوف تجعلك بالضرورة ملما بموعد حدوثها، كذلك يجب عليك التعرف على شيء في غاية الأهمية، وهو يتعلق بالطرق التي تتاح من أجل التقدم إلى أي مسابقة أو مهرجان. فهنالك مجموعة من المهرجانات تقبل التقدم من خلال الطريقة الإلكترونية، بينما هنالك بعض المهرجانات التي لا تقبل التقدم لها إلا من خلال التسليم بالبريد، بينما ثمة وجود كذلك للطرق اليدوية. كل هذا موجود، وعليك عزيزي المشاهد التعرف عليها جيدا قبل الالتحاق بالمسابقة. عندما يتم فتح الباب من أجل التقدم في المهرجانات السينمائية وتتم عملية التقديم فعلا، فأنت عزيزي المتقدم سوف تكون مطالب بإنجاز مرحلة أخرى في غاية الأهمية، وهي مرحلة متابعة التقديم والتأكد من جريان الأمر، ويتم ذلك في فترة التقييم بعد انتهاء مرحلة التقديم مباشرة. ومهما كانت الطريقة التي قمت بتقديم من خلالها، يجب عليك طوال فترة التقييم متابعة هذه الوسيلة سواء كانت بريد أو مواقع إلكترونية، فمن الممكن أن تطرأ بعض الأمور أو التعليمات الجديدة على المسابقة أو أسلوب التسابق، والطريقة الوحيدة لملاحظة ذلك هي متابعة عملية التقديم كما ذكرت. بعد أن تعرفنا في الدقائق الماضية على طريقة إنجاز الفيلم الأول وطريقة المشاركة في المهرجانات السينمائية، فإن الدور يأتي الآن على التعرف والإيمان بالمهرجانات المتاحة، وعلى رأسها المهرجانات العربية. فلديك مثلا مهرجان غونة السينمائي، ولديك مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومهرجان دبي السينمائي، مهرجان القاهرة، ومهرجان طنجة، مهرجان باتنا، ومهرجان وهران السينمائي. كذلك من المهرجانات السينمائية الدولية لديك مهرجان الأوسكار السينمائي، مهرجان كان، مهرجان موسكو، ومهرجان الجولدن جلوب. ختاما عزيزي صانع الأفلام المتحمس لطريقه نحو النجومية في عالم الفن، إنتاج الأفلام ليس أمرا سهلا، لكنه بالمقابل ليس صعبا، فقط عليك أن تصعد السلم خطوة تلو الأخرى.
وتنتظر لترى ما سيحدث لاحقا. وبهذا كان هذا كل شيء عندي. لايك للفيديو اذا عجبكم، شاركوه بين اصحابكم، قولوا لي رايكم في التعليقات وش هي المواضيع ولا الافلام والمسلسلات اللي حابين اني نحكي عليها. كان انا معكم اسد سنيان، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.